أنا وليد العالمي طبيب قلب وشرايين مرشح على لائحة بيروت مدينتي. عشت بالأشرفية وراس بيروت ودرست بالجامعة الأمريكية، درست الطب وتخصصت بالولايات المتحدة وغبت 26 سنة ورجعت من أربع سنين على بيروت. لما جيت على بيروت لقيت بيروت حزينة، ضعيفة، مريضة. مش بيروت اللي أنا كنت أعرفها. يعني معقولة بالقرن الواحد 21 نمشي على الطرقات ومنشم ريحة زبالة شم مواد سامة بتأثر على صحتنا وصحة أولادنا معقول المي الملوث اللي عم نشربه ونتحمم فيها وعم تنزل البحر الأبيض المتوسط ما بنعرف شو عم ناكل منها معقول أولادنا ما بيقدروا يعملوا رياضة لأنه ما في مساحات خضراء كفاية وحش بيروت مسكر أنا مؤمن إنه بيروت مدينة هي الحل هي العلاج هي الوصفة الطبية الموحدة هي اللي رح ترجع تأهل مدينتنا ورح تأمن صحتنا وصحة أولادنا